طيب في الفيديو ده هنناقش موضوع اسمه نستد اف. لما تلاقي دايما في البروجرامينج كلمه نستد واف او نستد لوب او زي ما هتشوف بعد كده يعني, اعرف انها دايما بالبلدي كده مقصود بيها حاجه جوه حاجه. فنستد اف معناها ان في اف او اكتر من اف والس يعني موجوده جوه اف ستيتمنت. واللوب برضو نفس الكلام, لما تشوف الفور لوب نستد فور لوب هتلاقي ان هو قصده في لوب جوه لوب برضو يعني. هنجيلها برضو نتكلم عليها, بس خلينا الاول في النستد اف ديت تعالوا نبص عليها ونغير شويه في الابلكيشن اللي كان بيقارن بين الارقام. نخلي اليوزر هو اللي يدخل او احنا يعني مكان اليوزر ناخد منه الارقام ونبتدي نقارن ايه بيها. اول حاجه هاجي اعملها كده هطلع له مسج واقول له الفيرست فاليو اوف اكس, يعني احط الفاليو اللي اليوزر هيديها لنا في فاريبل اسمه اكس من النوع انت. وطبعا ايه هيبقى عندنا ايرور لان ده انتجر وده string. فاول ما نحط سيمي كولون كده برضه هيحصل ايرور, شايف كده يروح قايل لك ايه ان انت بتحاول تحط وتحاول تكونفرت string تو انت. فروح اعمل له بقى ايه انت دوت بارس كده سريعا بس, فكده ياخد الفاليو لو هي رقم يعني بشكل مظبوط. طبعا دي مش افضل طريقه يعني, بس عشان لو الراجل دخل حروف هيدي ايرور, بس يعني مثال بسيط يعني فمفيش مشكله. دلوقتي هنشوف برضه بعد كده ازاي نعمل موضوع الانبوت ده بطريقه افضل. تمام, كل الكلام ده كوبي بيست كده وهقول له بقى ايه السكند فاليو واي القيمه الثانيه, وهنا هتبقى الواي وخلاص. على كده كده نقدر ناخد تو انبوتس من اليوزر ونبتدي نعمل بيهم ايه شويه شغل. الشغل ده بقى يكون عباره عن ايه, ان انا هاجي اقول له اف كده ان الاكس ايكوال ايكوال واي, وهقول له كده طلع لي مسج هنقول له ايه اكس اند واي ار ايكوال, ان هما الرقمين دول بيساووا بعض. تمام, ده في حاله ان هما بيساووا بعض. تعالوا الران كده نجرب, هيروح مطلع لي رساله يقول لي دخل اول قيمه اللي هي اكس, فاقول له 5 وادخل واي 5 برده, راح مطلع لي مسج على طول قال لي اكس واي بيساوي بعض. طب لو الارقام مختلفه هو طبعا مش عارف يعمل ايه لان الكونديشن بتاع الاف زي ما قلنا مش هيتحقق اللي هو ده اكس بتساوي واي. فاقول له مثلا 8 و9 فما طلعش اي حاجه ومش عارف يطلع ايه. احنا بقى نروح نقول له هنا ايه هيطلع ايه. هنروح هنا بقى في الالس, فين بقى النستد اف؟ مش الموضوع بتاع الفيديو ده والدرس ده نستد اف فين هي؟ هنا بقى هيجي افتح الاقواس دي زي ما شفناها قبل كده وهقول له بقى لو ان الاكس اكبر من واي اعمل لي بقى ايه مسج كده, طلع لي مسج هقول له ان الاكس از جريتر ذان واي. تمام, المفروض ايه اخليهم كلهم كابيتال كده او سمول يعني عشان الدنيا تبقى شكلها ايه اظرف يعني. else ناخد الكلام ده كده وهتبقى ممكن نخلي دي بقى less than يعني اصغر من, او نخلي الواي اكبر من نخليها العكس مثلا يعني تغيير. تمام, فهنا بنقول له ان الاكس اكبر من واي او ان الواي اكبر من اكس شويه. تمام, العكس يعني لو كونديشن تاني اتحقق. فدي بالنسبه للنستد اف, ان انا دخلت خلاص هنا هشوف خلصت الكونديشن الاولاني واشوف بقى هل الكونديشن ده هيمشي مع هنا ولا مع هنا. تعالوا كده نرن ونجرب وندباج بعديها ونشوف بالتفصيل احسن يعني. فهقول له مثلا اول فاليو هتبقى 10 وتاني فاليو هتبقى 7, فقال لي لا والله ده الاكس اللي بقيمه 10 اكبر من واي. كلام مظبوط. طب لو جربت تاني هقول له 2 و5 مثلا, قال لي لا ده الواي هي اللي اكبر من اللي هي بخمسة اكبر من الاكس اللي هي ب2. كلام مظبوط. طب لو جربت 7 و7 قال لي لا دول ايكوال. فكده الكونديشنز بتاعتنا ماشيه بشكل ايه منطقي. تعالوا نجرب هنا كده ونشوف, بس تعالوا نغير القيمه بتاعتها عن 7 و7 نخليها ارقام عاديه او ارقام مختلفه يعني. فهاجي اقول له والله ماشي 2 و5. بصوا بقى ايه اللي هيحصل هنا في الباك جراوند في الابلكيشن بتاعي, ان هو هيبتدي يقارن. هو بس معلش نريلود كده وندخل هنا 5 هنا 3 هنا واقف اهو. هنا ادي الخمسه معانا اهو شايفينها بفونت صغير شويه, وادي ايه الثلاثه. طب هما بيساووا بعض, الكونديشن ده راح قايل لي ايه ان هو مش هيتحقق هيبقى فولز. شايفين كده الكونديشن ده لو وقفنا عليه كده وخدناه بالكويك واتش هيقول لي الكونديشن ده فولز. بناء على ايه؟ بناء على ان القيم ديت مش بتساوي بعض, فمش هيخش خلاص في السطر ده, هيبتدي يخش في الالس. هيبتدي بقى يسال طب هل هي الاكس اللي هي بخمسه اكبر من الواي اللي بثلاثه؟ تعالوا برده نبص على الكونديشن دوت نشوف هيطلع بترو ولا فولس. لو متحقق هيطلع بترو, ده متحقق فطلع بترو لان الاكس احنا مدينها له بخمسه والواي بايه ب 3 باين كام؟ ب 3 اه. تمام, فيروح داخل في المسج ديت ويبتدي ايه يظهرها لي على الشاشه, او لو في عده اوامر او سطور بتتنفذ فهيبتدي ايه ينفذها.
وممكن كمان بقى تنزل كمان ليفل تالت هنا لو الكونديشنز تسمح، يعني زي فيلم انسبشنز من النستد افس يعني. بس موضوع النستد افس واللوبس والحاجات دي بيبقى ليها بعض الدروباكس او العيوب هنبقى برضو نتكلم عليها يعني، بس خلينا ايه ماشيين كده واحده واحده. طبعا اكونوا تستفيدوا حاجه يعني، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.